يا مدير. ايه يا حاج ايه الاصابه بتاعتك عامله ايه؟ والله انا متاثر منها. عامل ايه في المطر ده؟ ربنا كريم. انا الحمد لله اصابتي الحمد لله بخير والحمد لله مفيش مشكله فيها. ايه هو كسر ولا ايه؟ في طاله جت طاله ناريه في صاب اللي هو اللي في السبابه. طلق ناري ولا خرطوش؟ طلق ناري يا فندم. طلق ناري. مفيش طلقات ناريه ولا؟ لا في احنا شاهدنا حاجات كتير جدا وحاجات احنا عشناها كنا في اثناء الحدث وحاجات كلها شاهدناها بفضل الله يعني. محمد محمود؟ محمد معاهم كنا هنعمل معاهم مباراه يوم الاربعاء الماضي وفي صلاه المغرب غادروا بينا وضربونا على صلاه المغرب في اثناء الصلاه. الف سلامه يا حاج. ربنا يسلمكم يا رب. شكرا. وعاملين ايه في المطر؟ المطر ما شاء الله زي الفل. ده طبعا بشار للنصر ان شاء الله باذن الله يعني. ويطهر الغاز اللي نازل. ويطهر الغازات ويطهر البشر ويطهر الذنوب العباد. وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز ونزلنا من السماء ماء مباركا فحيينا به جنتنا وحب الحصيد. فهذا الماء مبارك من السماء سبحانه وتعالى وفي هذه الاوقات الجميله ربنا سبحانه وتعالى يسجد فيه الدعاء وقت الاستحباب فيه الدعاء ان شاء الله باذن الله. شكرا يا حاج. شكرا. تحت امرك. تفضل. الأمريكان يحكى أن الوراجيل سرقوا فلسطين إسرائيل.